أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم قلب الحذاء بحيث يصبح أسفلها باتجاه السماء، وهل في هذا محذور شرعي؟ فيه كراهية، النفوس تكره هذا، وربما يكون فيه قدر وسخ، فالناس يكرهون هذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن بعض المخرفين يعتقدون في قلب الحذاء أنه يدفع عنهم العين، ولذلك يعلقون على أبوابهم الأحذية مقلوبة من أجل دفع العين. هذا اعتقاد باطل، هذا شرك والعياذ بالله. نعم.